طيب، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اصحابي؟ انا احمد شيتو. انا سبق قبل كده وكنت عملت حلقة او فيديو يعني، وعملنا فيه كده زي نوستالجيا وحنين الى الماضي لويندوز 7، وقلنا كده لو ويندوز 7 خدناه وضربناه كده في ويندوز 11 ايه النتيجة اللي كانت هتطلع. طبعا الساب نيل واضح قدامكم او ظهر قدامكم، دي الحلقة القديمة. النهارده ان شاء الله بقى عايز اخدكم كمان يعني لاقدم من كده، كمان هنرجع كمان ما قبل ويندوز 7، هنرجع لويندوز اكس بي. اكيد طبعا معظم اللي بيتفرج عليا دلوقتي حضر ويندوز اكس بي وعارفه يعني، وممكن برضك الجيل الجديد كده ما يكونش عارفه يعني. فبس برضك بنفس المنطلق او بنفس الفكره يعني، لو جبنا برضك ويندوز اكس بي كده وضربناه في ويندوز 11 ايه النتيجه اللي هتطلع. فده هيبقى موضوع حلقه النهارده. بس كالعاده لو الحلقه عجبتك واستفدت مني حاجه ما تبخلوش عليا يا جماعه بالدعم المعنوي اللي هو عباره عن كومنت جميل زي كده، ولايك للفيديو لو الفيديو عجبك، واكتب لي كده رايك في الفيديو يعني. وطبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله جديد يجي لك باشعار. وبدون رغي كتير يلا بينا على الشرح يا شباب. طب يا جماعه رجعت طول بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب بصوا يا شباب، انتوا هتيجوا عندكم كده على الديسك توب في اي حته فاضيه، اعمل كليك يمين وبعد كده خش على بيرسونلايز، وهتيجي عندك على التاسك بار، اطلع فوق هنا كده في السيرش بوكس دي، هتخليها سيرش ايكون اند ليبل. بعد كده تنزل تحت على التاسك بار بيهيفير، وهتخليها هنا بدل ما هي سنتر هتخليها ليفت. بعد كده هتعمل باك، وهتخش عندك على الستارت، وبعد كده تخش على فولدر، وكل اللي معمول له اوف ده هتعمل له هنا كده اون. تمام كده، اقفل بقى دي كده خلاص. بعد كده هنفتح هنا، افتح عندك اي براوزر، انا هسيب لك لينك الموقع ده في صندوق الوصف، هتضغط على اللينك هيدخلك على الموقع ده. هتضغط هنا بعد كده على كلمه داونلود، هيبدا يحمل معاك البرنامج ده. البرنامج ده انا محمله طبعا قبل كده بشكل مسبق، ومساحته تقريبا 10 ميجا بايت، انا محمله قبل كده بشكل مسبق. لما هينزل معاك هينزل بالشكل ده، انت هتثبته تثبيت عادي جدا، كليك يمين عليه وتقول ران از ادمنستريتور. انا طبعا مثبته قبل كده فمش هثبته تاني عشان بس وقت الفيديو كده يعني، انما انت هتثبته عادي مفيش فيه مشكله خالص، هو هيبدا ينزل مع يعني مع نفسه كده ملفات وحاجات، انت هتسيبه هو يخلص مع نفسه. طب لما يخلص معاك هتفتح برنامج من هنا كده، ودي هتبقى واجهه البرنامج. طيب هات في جنب دلوقتي سيبها كده مالناش دعوه بيها، نزلها دلوقتي مؤقتا يعني. انا هسيب لكم برده لينك تاني في صندوق الوصف على الميديا فاير، اللينك ده هيبقى فيه الملفات احنا نحتاجها، هو مساحتها تقريبا بتاع 2 ميجا بايت. لما هينزل معاك برده هو اسمه ويندوز اكس بي 2025 شيتو اديشن. لما برده هتفك ضغطه هيطلع معاك الفولدر ده هنا كده، نفتح برده الفولدر كده ونظبطه، ونيجي بقى ايه نفتح البرنامج كده ونجيب الاثنين جنب بعض. طيب يا شباب، هتيجي عندك هنا في البرنامج وهتضغط هنا براوز فور مودز، وهتيجي على اول واحده دي اللي هي ويندوز 11، اضغط على ديتيلز وهتقول له هنا كده انستول. طبعا هنا بيجيب لك زي رساله تحذيريه كده بيقول لك يعني ان انت هتنزل حاجه هتغير في التاسك بار بتاع الويندوز او كده، فما تقلقوش يا جماعه هنا مفيش ريسك ولا حاجه يعني، هي الفكره بس ان دي حاجه من بره الستور وكده وبنعدل في حاجات ليها علاقه بالويندوز يعني، فهو بيقول لك خد بالك من حاجه زي كده، هنا ما تقلقوش الموضوع امان يعني. قول له هنا اكسبت ريسك اند انستول، هو هيبدا يثبت مع نفسه، سيبه ما تجيش جنبه، هو هيعمل كل حاجه لوحده. طيب بعد ما خلص هتخش برضو كنت في نفس الصفحه هنا، هتخش على ادفانسد وهتنزل تحت كده وتمسح يعني تعلم على كل الكلام ده كده وتمسحه، وهتيجي عندك هنا في ملفات التكست اللي احنا نزلناها في الفولدر اللي هو بتاع اسمه شيتو اكس بي ده، هتلاقي عندك هنا اهو في ملف تكست اسمه ويندوز اكس بي ستارت منيو. ركزوا يا جماعه، تخش على ستارت منيو هتفتحه هنا كده وتعمل كنترول ايه كنترول سي وتقفل ده هنا، وتيجي هنا كده وتعمل له كنترول في، بعد كده تقول له هنا سيف. بعد كده هتطلع تعمل باك، وهتخش بعد كده على جنبها اللي هي تاسك بار هاي اند ايكون سايز، خش على ديتيلز برضك وهتقول له برضك كده انستول، وقول له برضك اكسبت ريسك، وكالعاده سيبه هو يخلص كل حاجه لوحده. طيب لما خلص برضك وانت في نفس الصفحه هتخش هنا على ادفانسد وهتنزل تحت هنا كده هتعلم على دي هنا كده وتمسحها، وهتيجي هنا بعد كده على تاسك بار ايكون اند سايز ديت، وقول له هنا كده كنترول اي كنترول سي، ويقفل دي هنا كده، وتعالى هنا يا معلم كنترول في وقول له سيف. طيب بعد كده هتعمل باك، وهتيجي على اخر واحده اللي هي ويندوز 11 تاسك بار ستار دي، تخش على ديتيلز بردك وهتقول له هنا انستول، وكالعاده بردك اكسبت ريسك وتسيبه يخلص كل حاجه لوحده. طيب وبعد ما يخلص بردك وانت في نفس الصفحه هتخش على ادفانسد هنا، وبردك هتعلم على كل الكلام ده وهتمسحه، وهتيجي عندك هنا اللي هي ويندوز اكس بي تاسك بار، وتعمل كنترول ايه كنترول سي ويقفل ده يا معلم، وتعالى هنا كده كنترول في وقول له بعد كده سيف. طيب لو نلاحظ كده يا شباب هنبص تحت كده هتلاقينا يعني التاسك بار كله باللون الازرق ما عدا الحته اللي في اليمينك دي كده لونها اسمر. طيب لو المشكله دي ظهرت عندك يعني لو انت عندك ظهر كله بالازرق تمام خير وبركه، طب لو المشكله دي ظهرت عندك تحلها ازاي؟ بص يا شباب اطلع فوق هنا كده وتعالوا هنا على السيتنج، وهتنزل تحت كده لحد ما تنزل ايه لحد انهي واحده هقول لكم اسمها ايه اللي هي دي شباب اللي هي تارجت دي اللي هي فيها كلمه جريد سيستم تراي او تري فريم جي ار اي دي اللي هي دي يعني، هتيجي انت هنا عند كلمه تنت كلر دي وتعلم على كلمه تنت وتخليها بلو بس تعمل البي كابيتال بي ال يو اي زي ما انا كاتبها كده واعمله سيف. اهو بصوا يا شباب هتلاقي خلاص كلها بقى باللون الازرق وانحلت المشكله دي. طيب اطلع بعد كده من هنا بقى خالص اعمل باك
وهتخش هنا على تاسك بار هاي اند ايكون سايز دي، خش على الديتيلز وهتيجي هنا على السيتنج وانزل هنا في التاسك بار هاي دي بدل 56 خليها هنا 45 وقول له بعد كده سيف. هنيجي بعد كده برضو نعمل باك وهنخش على اول واحده اللي هي وينز 11 دي، خش على الديتيلز وهتخش برضو عندك على السيتنج وبعد كده هتنزل هنا لحد ما توصل كده عند الحته دي اللي هي فيها اللي هي ستارت دوك او دوكت دي يوزر تايتل فيو، اللي هي الحته دي يا جماعه اللي فيها 450 و580 دي. طيب انت جيت هنا ليه يا عم شيتو او ايه المشكله هنا؟ بص يا شباب انت لو جيت فتحته كده قائمه الستارت، بصوا هنا كده على اللي هو اسم الحساب بتاعي المفروض هو احمد شيتو، هتلاقوا هنا كده واصل لحد حرف التي والاو او مش ظاهره، فانا هنا عايز محتاج يعني اخلي دي شمال شويه. طبعا انت لو عندك ظاهره يعني مظبوطه خلاص، طب لو عندك زي حالتي كده هتيجي هنا مثلا على ال 450 دي انا هخليها مثلا 400، انا بالنسبه لي 400 كانت مناسبه، وهقول له هنا كده سيف. هنيجي نجرب نفتح هنا تاني كده، بصوا يا جماعه ظبطت معانا هنا خلاص. طيب خلاص ايه في البعد كده مش محتاجين منه حاجه تاني، هتيجي عندك هنا يا اما كليك يمين واقول له هنا كده سيت اس ديسكتوب باك جراوند، وهتيجي على الملف ده او الفولدر ده وهتيجي هنا على ريجستير دبل كليك عليه وهتقول له هنا كده اوكي، وبعد كده ترجع تقفل دي وبس. شباب زي ما انتم شايفين كده يعني بصراحه انا حسيت ان انا رجعت في الزمن كده لويندوز اكس بي يا جماعه. تعالى ادي قائمه الستارت، بصوا يا جماعه الستارت بتاع الاكس بي الجميل الحلو قوي بصراحه، هي تغيير يا جماعه حاجه تغيير كده. هنا طبعا بردك المنظر الشفاف كده الجميل بتاع الايقونات بصراحه جميل جدا جدا، هنا طبعا بردك اللون اللي هو الازرق المميز بتاع ويندوز اكس بي. فبس شباب ده كان شرح النهارده كالعاده، يعني لو الشرح عجبك ما تبخلش عليا بلايك وكومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك وفعل زر الجرس، واللي هتظهر قدامكم حالا دي قناه التليجرام، اتمنى طبعا تنضموا ليها، يعني انا بنزل هناك حاجات ما بعرفش انزلها هنا على اليوتيوب. اما تم برضو كسب لكم رابط الاشتراك بتاعها في صندوق الوصف، اتمنى طبعا انتم تنضموا للقناة وبس كده يا شباب.